ومع دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ سيبدأ الجانبان التفاوض حول تسوية نهائية لخلافاتهما المتعلقة بأنشطة تشتبه الدول الغربية في أنها تهدف إلى اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية. سيطرت قوات جيش جنوب السودان على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة شمالية البلاد بعد انسحاب المقاتلين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك ماشار من تلك المدينة. على الصعيد السياسي، صرح الموفد الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث بأن مطالبة زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك ماشار بإطلاق سراح جميع المعتقلين لا يزال حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق هدنة لإنهاء الأزمة في البلاد. جاء ذلك في أعقاب لقاء الوسطاء الأفارقة والمبعوث الأمريكي أمس مع ماشار، ويرفض رئيس جنوب السودان سيلفا كير طلب المتمردين بإطلاق سراح 11 محتجزا كانوا قد اعتقلوا لصلتهم بمحاولة الانقلاب منتصف الشهر الماضي. بدأت مراسم التأبين الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في مقر الكنيست في القدس، ومن المقرر أن يشيع شارون في مراسم عسكرية ليدفن في مزرعته العائلية جنوبية إسرائيل القريبة من الحدود مع قطاع غزة. هذا ويشارك في مراسم التأبين قيادات إسرائيل وعدد من الوفود الأجنبية ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لإسرائيل، ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط. وقد رفعت الشرطة مستوى الإنذار ونشرت تعزيزات عسكرية بالقرب من قطاع غزة تحسبا لاحتمال إطلاق صواريخ.